موضوع نقاشنا اليوم هو تجديد العمل في إنهاء المنازعات الضريبية، قد إيه ممكن يشجع على الاستثمارات وجذبها سواء كانت محلية أو أجنبية، وتحسين مناخ الأعمال في مصر بشكل عام. اسمحوا لي أرحب بضيوفي النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ. أهلا وسهلا بحضرتك. والأستاذ عادل بكري، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، منورنا وأهلا وسهلا. اهلا سيادتك الدكتور. عايز ابدا مع حضرتك سياده النائب. اولا، فكره اقرار قانون تجديد العمل في انهاء المنازعات الضريبيه، الفلسفه ايه وليه الاهتمام بهذه المساله؟ ايه التفكير او ايه الابعاد اللي وراء تجديد العمل بيه؟ طيب، النهارده ملف الدوله المصريه الاهتمام بالمستثمرين بشكل كبير جدا، الاهتمام بالاستثمار، حل المشاكل الاقتصاديه في الدوله المصريه، وتشجيع المستثمرين سواء المحليين او الاجانب للدخول في السوق المصري بشكل كبير. احد اهم الموضوعات تتعلق بالاستثمار في مصر موضوع الضرائب، لان كل مستثمر او كل مصنع كل شركه تتعامل مع الضرائب معامله مباشره، وبالتالي كان النهارده هناك محفزات بعد تولي الحكومه الجديده مهام الحكم في 3/7. تم وضع خطه لوضع محفزات الاقتصاد المصري، محفزات لتنافسيه الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين. اهم هذه الملفات كان ملف الضرائب والتعامل مع الضرائب كملف هام جدا، والتعامل مع المستثمرين في ملف الضريبي بشكل يحقق العدالة، الشفافية، الثقة وعودة الثقة بين الدولة والمستثمرين كعنصر جاذب. كان البداية في طرح حوافز أولية في مرحلة أولى، وتلاها قانون إنهاء المنازعات الضريبية أو تجديده للمرة السادسة، وهو هنا التحفيز للجانب الضريبي للمستثمرين. ممتاز.